من غير مقدمات كده سؤال مباشر، ايه اغلى حاجة عندك؟ لا يا ابني انت ارتبكت ليه كده؟ هو انا هقلبك؟ ده سؤال فلسفي ما تقلقش، انا مستورة والحمد لله. الصحة هي اغلى حاجة عندنا، وبما ان احنا ما عندناش اغلى من الصحة انا قررت ان ادخل في الموضوع مباشرة وهرجع لايام الشقاوة تاني وهقولك ازاي تحافظ على صحتك في 30 ثانية. شوية نصايح سهلة بسيطة تساعدك تحافظ على صحتك وتعيش سعيد في 30 ثانية. لا لا مش هتعيش 30 ثانية، انت هتعيش النصايح في 30 ثانية، لكن هتعيش كتير ان شاء الله بتقل. او حسب ظروفك، مش هفتي يعني. اول واسهل نصيحة هتكون عن الاكل. يلا معايا كده، تفتكر عشان تحافظ على صحتك نعمل ايه في الاكل؟ يعني انت قصدك اخد بالي من اكلي؟ ايه اللي تاخد بالك منه؟ مش فاهم يعني تلبسه تقيل مثلا؟ بص نصيحتي الاولى ليك في كلمتين، ظبط اكلك. ازاي؟ انا شخصيا احب اظبط اكلي، يعني طبق الفول ده اظبطه تظبيطه عجب، زيت كمون طحينه ترشي بتنجان مخلل ب7 جنيه عيش بلدي مفقع، تظبط الاكل ظبطت معلمين. اسمع مني انا بقى، عايز نظام غذائي حقيقي تمشي عليه، كل عادي، كل كتير، استمتع وطلع لسانك للرفيعين اللي مش حاسين بالمنجاهه دي. هتقول لي طب والرجيم والنظام الغذائي شوف يا ابني، الرجيم ده اتعمل بس عشان يكسروا نفسك ويحسسوك بالقهر، كلام فارغ، ارجع للطبيعه الام وانت تصدقني. شوف البقره مثلا، البقره بحجمها ده كله بتاكل ايه طول النهار؟ ما بتاكلش غير حشيش ناشف وشويه حشرات، يعني عامله دايت كيميائي، وبرضه بتتخن وبتكرش وبتتشتم عادي، وقولها بقره. استفادت ايه من الرجيم بتاعها؟ قول لي انت استفادت ايه؟ لو احنا المفروض ناكل خس وجرجير وشوفان كان ربنا خلق لنا الانياب دي ليه؟ نكفر بقى؟ مفيش الكلام ده، نكفر. الانياب دي التصميم بتاعها معمول عشان الطرب والمنبار والريش اهي. بص دي شكل جرجير، الوقت الوحيد اللي تاكل فيه الخس يكون وانت مستني البانيه يتقلي، البطاطس تتحمر، الرز يتشرب، الجيلي بالموز يمسك نفسه في الثلاجه، بس غير كده انسى الكلام الفارغ ده، تمشيش ورا الاشاعات. لو الدكتور قفش وقال لك كل مسلوق ومشوي عادي، هناكل ايه؟ هناكل ليه مسلوقه ومارشميلو مشوي. دايت ولا مش دايت؟ بس تطلع وش الزبادي على جنب عشان تبقى تاكله بالعسل لوحده لو حبيت يعني. خلاص فهمت كده؟ كل عادي. يبقى اول نصيحه ايه؟ هتظبط اكلك. النصيحه الثانيه بقى الرياضه. يعني انت قصدك بقى ان احنا ناكل كل اللي احنا نفسنا فيه بس نلعب رياضه ونتمشى عشان نحرق اللي احنا اكلناه ده. عشان تحرق. نحرق. لا الكلام الفارغ ده. بص حضرتك اقول لك على حاجه، انا ابويا الله يمسيه بالخير لما تم 40 سنه قرر انه يبدا يمشي 3 كيلو في اليوم، بعد بكره هو هيتم 72 سنه واحنا مش عارفين هو وصل لفين، مش لاقيينه من ساعتها. شوف بقى انت ال 3 كيلو في 32 سنه زمانه في نيو دلهي او في المنصوره، انا مش عارف. ده كله بسبب برنامج رياضي نصحه النصيحه السوداء دي. نصيحتي ليك شفر كل القنوات الرياضيه، القنوات دي هتدمر اسرتك. اسالني انا، فان مراتك تتفرج على الشباب اللي هم الدواليب دول بعدين تبص لك، انت مش هتحب نظرتها. اسمع مني انا خايف عليك، شفر القنوات الرياضيه الان او فلتصمت للابد. وهرجع لك تاني للطبيعه الام، الارنب رمز الحيويه والنشاط والجري والسرعه والتنطيط. متوسط عمره كام سنه؟ سنه. المعمر الشقي في الارانب اللي فيهم بيكسر السنه، بيكمل حياته عاجز يا عيني لانه حرق على المكنه جامد. السمكه اللي فحت نفسها عوم تروح كرول وترجع باك ودايفنج وبتاكل اعشاب مرجانيه وجمبري مسلوق، متوسط عمرها 4 أو 5 سنين بالكتير، دي لو عايشه بره كمان. وتقول لي الرياضه بتطول العمر؟ الرياضه دي بدعه حضرتك طلعوا لنا فيها عشان الزياده السكانيه، عشان الناس تعرق وعددها يقل. نصيحتي ليك سيب نفسك، ما تقرصش على المكنه ودلعها في الغيارات وريحها في المطبات. نصيحتي اللي بعد كده عن التدخين، اوعى 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 تشرب شيشه ما تكونش بالنعناع او الليمون، بالذات في الشتاء. اشتري مني، ابعد عن التلوث وافتح شباكك، دي نقطه مهمه جدا. افتح شباكك كل يوم ساعتين على الاقل يوميا، ويستحسن لو وقت الذروه اللي هو وقت خروج الموظفين والمدارس، وابدا شم. ليه؟ تاخد مناعه، عوادم، اشري الرز المحروق، شهرين وهتبقى اسد. التدخين السلبي بالنسبه لك ده هيبقى معطر جو، صدرك يبقى حديد. لو انت ساكن في منطقه راقيه او نظيفه لا سمح الله، ممكن تحوش اشري الرز بتاعك وتحرقه في الجنينه بمعرفتك مع الاسره، تقضى اوقات لطيفه مع بعض، بيبقى جو لذيذ. هقول لك تاني، تامل في الكائنات اللي حوالين منك، بص اتعلم، ارجع للطبيعه الام. لا طبيعه ايه بقى؟ ما انت عمال تقول لي الارنب وحش والبقره وحشه والعمليه بايظه خالص. لا 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 سيبك من الناس دي، اعمل زي الناس التقيله العقل الركزه اللي مالهاش في الفرك والفرهضه، اللي فهموا الدنيا صح. السلاحف يا معلم 300 سنه وانت طالع ما حركتش عضله في حياتك، من الصدفه للاكل ومن الاكل للصدفه، مرتاحه كده. الله، ولا النوم ده؟ النوم ده لعبتي بقى. لا 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 ده انا بعمله وانا مغمض عينيا، مفيش. يقول لك النوم كتير علامه غير صحيه، ده كلام فارغ، ده الجنان بعينه. الانسان بيصحى ويشتغل ويشقى على امل وحيد هو انه يروح ينام تاني. النوم يا اخوانا اجمل 15 ساعه في اليوم، جسمك مرتاح، مفيش ازعاج، مش مطلوب منك اي حاجه، تقدر تحلم باللي نفسك فيه، مفيش قيود، حريه. انا ساعات اصحى من النوم اقعد في السرير كده اقول لا
واقوم نايم تاني. مفيش، لازم تبقى الحاجات مظبوطه، ما انبسطتش افصل. النوم بيحل كل المشاكل، بينهي كل الازمات، بيجدد كل الحياه، بيسكت كل الاصوات، بالذات اصوات زن العيال. واللي يقول لك انه بينام زي الاطفال بينام بسرعه وكتير وكده، اعرف انه ما عندوش اطفال او النت قاطع. ما تستغربش، انا شخصيا نفسي اعيش عيشه السلحفه دي. صدفتي هدوئي انتختي، العيال وامهم ما يقدروش يدخلوا عليا الصدفه، وحاجه 100%. اخر نصيحه بقى في موضوع الصحه ده، نصيحه تتعلق بصحتك النفسيه، اهم حاجه نفسيتك. ابعد عن اخر 4-5 حلقات من المسلسلات التركي والهندي، ابعد عن مراتك في وقت اذاعه الحلقات دي، تجنب جروبات الواتساب قدر المستطاع، بالذات اللي ليها علاقه بشجره العيله او اولياء الامور. ما تقبلش صداقه حد على الفيسبوك اسمه مشاعر فياضه او اسيد الاحزان، انسى. ما تحضرش مناسبات عائليه الا في الضروره القصوى او تحت تهديد السلاح. وابعد عن اي حد في الدنيا يقول لك ازاي تحافظ على صحتك والكلام الفارغ ده، بس ما تبعدش عني. ليه بقى؟ ما عنديش اي سبب، يعني انا حاولت ادافع عن نفسي فشلت. انت عامل ايه؟ ازاي الصحه دلوقتي؟ انا زي الفل يا معلم. كذاب.